المقولة اللي بتقول الشاب ما بيعيبه شيء؟ والله الشاب ما بيعيبه شيء؟ لا مو معه. بعرف أنا البنت اللي بتنعب الشاب ما بينعب. لا بيعيبه كتير شغلات. مثل؟ يعني إذا بخيل مثلاً أو إذا بكذب. لا ضد أكيد. الشاب ما بيعيبه شيء؟ لا أكيد. أكيد بيعيبه. أكيد يعني 100% بيعيبه شيء. مثل شو الشيء اللي بيعيبه للشاب؟ يعني أي شيء معيب ممكن يعمله أكيد بيعيبه. يعني أي شيء ما أنه متاح بمجتمعنا أكيد حيكون بيعيبه. بيعيبه للشاب. بعتذر منك بس أنا مستعجل. لا ما بيعيبه شيء. ما بيعيبك شيء؟ لا. ليه؟ اخلاقه اذا كان اخلاقه زفت. هلا اذا اخلاقه طبعا بتعيب الشاب الاخلاق. شفت شلون؟ شلون كان عم قلت ما بيعيبه شيء؟ انه الشاب والبنت نفس الشيء وضد 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 كمان. ما عندي هذا التفكير تبع انه الشاب ما بيعيبه شيء والبنت بيعيبها شيء. لا الشاب مثل البنت. في شغلات انه لازم ما انه يساويها الشاب وكذا، انه شغلات محدده. انه لا مو كل شيء. احنا بمجتمع شرقي بدك تضطر تمشي انه الشاب بيعيب، انه الشاب ما بيعيبه والبنت بيعيبها، لان مجتمع شرقي شوف انه طيب معناها طلع الشاب بيعيبه شيء ولا لا؟ هلا لانه مجتمع شرقي بس انا مو مع هالشيء، شوف مثلا لو انه نحن ما بنمشي انه الشاب ما بيعيبه شيء مثلا مثل دول اوروبا، لانه هو يعني انسان بالنهايه وكلنا بنعيبنا شغلات، يعني في شغلات صح وفي شغلات غلط. مثل شو؟ مثل شو بيعيبه؟ بيعيبه انه ما يكون رجال. ما يكون رجال ونصه ما ثلاث ارباعهم مو رجال، فكيف ما بيعيبوا شيء؟ بس يصيروا رجال ما بيعود بيعيبوا شيء. مثل شو بيعيبوا؟ اذا مثلا سرق، اذا ضحك على بنت، يعني كل هدول الشغلات اكيد بتاثر سلبا على الشاب. يعني اكيد لا، لانه مثل ما البنت بتنعاب الشاب بينعاب بشغله بمظهره بمعاملاته مع الناس باي شيء، لازم يكون في تساوي بالموضوع. فلا الشاب بينعاب اذا ما كان كل شيء منيح فيه.